فانا احب بس اتكلم عن والدي الله يرحمه. كان هو اكبر سند ليا طول حياتي. ففي اول فتره انا اول لما كنت في التدريب كلموني في النادي ان شقتي اتحرقت، فرجعت لقيت كل حاجه اتحرقت. يمكن الموقف ده ما حكيتوش لحد قبل كده. كلمت والدي قلت له بابا الموضوع صعب انا عايز ارجع بلدي. والدي سافر على طول اول طياره، كان جايب لي لبس وقال لي يا ابني مفيش حاجه في الدنيا بتيجي بالسهل، الموقف اللي حصل ده هيقويك ويخليك انشف وانضج للمستقبل، بس انا عايزك تطلب منك طلب. انا عايز اطلب منك طلب، عايزك تشرفني قدام بلدي واهلي، ترجعش مصر وانت مشرفه. النهارده انا تاني هداف مصري في اوروبا بعد محمد صلاح. النهارده انا حققت 4 بطولات في اوروبا من غير والدي سبحانه، يعني من غير والدي من غير ربنا سبحانه وتعالى ثم والدي. أكثر الناس شخصيات مهمة في بلدنا وكون مقرب من بلدي ومن الدنيا، فألف شكر لوجودي هنا معاكم. شكرا جزيلا. وإن شاء الله اللي جاي أحسن للكرة المصرية والمصرية. شكرا.